السلام عليكم. بدنا نتابع اليوم موضوعنا عن الانتربرنورشيب. حكينا الانتربرنورشيب باختصار هي عبارة انك تلاقي حاجة في المجتمع او المجتمع فيه بحاجة لشغلة معينة ناقصة، وانت تكمل هاي الحاجة بشغلتين، فلوسك وجهدك. بمعنى اخر بدك تاخذ الريسك انك تصرف من اموالك وجهدك ووقتك بانك تعمل هاي الحاجة او تلبي هاي الحاجة للمجتمع. فهي عبارة عن نيو بزنس، عبارة عن نيو بزنس، اوكي، which is typically begins as a small business as a startup company. هاي مهم جدا، الانتربرنور شيب دائما تكون عبارة عن ستارت اب بزنس، وبتقدم واحدة من الحاجات هاي، اما برودكت او بروسيس او سيرفيس فور سيل. يعني ضروري جدا انه ايش هاي السيل، مش فري. فهي انتربرنور شيب انه انا باخذ الريسك في الفلوس تبعتي، استثمرها باني اقدم حاجه جديده للمجتمع. هاي الحاجه اما تكون برودكت سيرفيس او برودكت او بروسيس او سيرفيس. طيب هلا اذا كان نيو ايدياز او نيو برودكت او سيرفيس، بتكون عباره عن انه نيو ايدياز او ساينتفك ثيوري، وهاي بتكون كرييتيف انتربرنور شيب. اوكي، هلا في عندك شغلات كثيرة، ممكن تكون قهوة بالمجتمع أو محل قهوة، هاي موجودة، مطعم موجود، بس محل روبوتات هذا مش موجود، فهاي ممكن تكون كرييتيف. هل المجتمع بحاجة إلها؟ هذا سؤال ثاني إحنا راح نخوضه بعدين. في تقريبا الإحصائيات تقول إنه 5000 أو 514000 as a new business في موجود في أمريكا. خلينا احنا نكتب هون نتأكد من هذا الرقم. نتأكد من هذا الرقم. فخلينا نتأكد من هذا الرقم ونكتب هون على سبيل المثال google.com، وهاي عندنا هون. خلينا نشوف احنا بهالجوجل، شوي الانترنت ضعيف. How many yearly startups in United States. تعال نشوف كيف. هون according to infographic there are about 300 million startups and about 100 million are being launched annually. تخيل الرقم هذا، 100 million startups being launched annually. هذا الرقم مهول جدا، يعني كل ثلاث ثواني، باعتبار كل ثلاث ثواني في ستارت اب. يا الله. طيب نرجع احنا على اللكتشر 1. فهذا الرقم جدا قليل، وهون بدنا نحط 100 مليون. ستارت اب being launched every year. اوكي. فال طبعا الانتربرنور سبيريت هاي لازم تكون عند اثنين، عند الانتربرنور وعند الانفايرمنت كامله، برضه لازم يكون عندها انفايرمنت انتربرنوريال سبيريت. ومش شغله، يعني شغله بتيجي ديفلوبد، اتس ا كلتشر باي ذا واي، مش بتيجي بيوم وليله، لازم يكون تنولد تترعرع وتربى وتتعلم على الكوميونيتي كامله انه في عندنا انتربرنور شيب. شيء مش يولد وليد اللحظه، فلكن الكلتشر لازم تبنى شوي شوي. هلا في عندنا احصائيه بقول لك 1 of 8 بيبل اوكي بيعمل او لانش لانش نيو بزنس او ستارت نيو بزنس في امريكا. طبعا هذا الرقم بناء على الرقم القديم اللي هو 514000، لكن انا متاكد الان لانه عندنا 100 مليون is being launched annually.
كل سنة، أكيد هذا الرقم برضه بده يتعدل. في عندنا شغلة حلوة كثير اللي هي تي، اللي هي Total Entrepreneurial Activity. Total Entrepreneurial Activity، هذا Total Entrepreneurial Activity Index بقيس هو الاندكس، يعني كمية اليونج انتربرنورشيب لتوتال انتربرنورشيب فور ذا لاست 3 اند هاف ييرز فور ذا ليبر فورس. فنيجي احنا نستعرض الشيء الحلو في الموضوع او في الاندكس هون، في انه مقسموه لثلاثه كاتيجوريز، 3 كاتيجوريز. الكاتيجوري الاول اللي هي فاكتور دريفن ايكونومي، الفاكتور الثاني اللي هي نغير الخط اللي هي efficiency driven economy، والفاكتور الثالث اللي هي البلاد المهتمة في innovation driven economy. فأول فاكتور اللي هي factor driven economy، طبعا هاي أغلب الأشياء اللي فيها هي services، يعني على سبيل المثال اللي بقدموه الانتربرنورشيب بتكون نوعيتها إنها مش مهتم كثير بالانوفيشن، مش مهتم كثير بالكواليتي، وبنفس الوقت اللي بيقيم الانتربرنورشيب اتس انسكيلد وركر. اوكي، فالبلدان اللي زي هيك الانتربرنورشيب بتكون شو، عباره عن مطاعم، مقاهي، اماكن خدمه عامه. مش راح تلاقي اماكن روبوتات هنا، ولا راح تلاقي سيارات هون، ومش راح تلاقي يعني اشياء فانسي او سوفيستيكيتد هون. فالبلدان هاي احنا لو نعلم عليها هيك بالاحمر، هاي البلدان مش مهتم كثير. حتى لما تشوف انت الكاتيجوري الثاني اللي هي efficiency driven economies، راح تلاقي البرودكت بده نوع من المهارة، راح تلاقي البرودكت فيه نوع من الجودة، راح تلاقي البرودكت فيه نوع من التعقيد. اوكي، فبيختلفوا عن الأول مرة، هذول الكونتريز بيختلفوا عن الكونتريز تاعت الإيكونومي دريفن، وبدنا نعملها زي هيك. فهون الكواليتي تطلع، الإفيشنسي تطلع، والسوفيستيكيشن تاعت البرودكت برضه بيطلع. طيب لو نروح هنا على الكونتريز الثالثة أو الفئة الثالثة من الكونتريز، وبنلاقي إنه هذول الكونتريز بيقدموا إشي اسمه innovative driven economy، بمعنى آخر الأشياء اللي بتطلع من عندهم فعلاً highly sophisticated. راح تشوف هناك السيارات، راح تشوف هناك الروبوتات، راح تشوف هناك الدرونز، راح تشوف الأشياء المعقدة اللي هناك. هاي الـ economy driven أو سوري الـ innovative driven بدها تكون فعلاً highly sophisticated، highly skilled worker. أوكي، و creative بمعنى آخر بيطلعوا، أو أحياناً المنتجات تطلع من scientific theories و research عشان يعملوهم. فالسوق تبعتهم تتحمل انها هيك تعمل. السوق الامريكي اكيد غير السوق البرازيلية اللي هي من هون، اكيد غير السوق الاردنية والمصرية اللي هي هون. احنا حكينا عن السوفيستيكيشن، حكينا عن سكيلد وركرز، وبرضه كمان الكواليتي هون عالية، وبرضه هون الافيشنسي تاعت البرودكت او السيرفيس عالي كمان. اوكي، فعندك الديماند هون، السبلاي ديماند والماركت سايز هون بيختلف عن باقي الدول. في شغله مهمه انه التي او التي اندكس بينزل كل ما انتقلنا للشمال. لما نروح للشمال بنلاقي التي اندكس عم يقل، لانه كميه الناس اللي عم تشتغل في الساينتفك ريسيرش قليله. هون بدهاش ريسيرش كثير، لكن بياخذوا من الريسيرش اللي من هون بيعملوا ريفرس انجينيرنج، فبتلاقي كميه كبيره من المستثمرين هم هون. الان البلاد اللي هون كلها بلاد استهلاكية، بمعنى آخر نوع الانتربنور أو نوع الانتربنورشيب بتلاقيه بيقدم خدمة زي ما حكينا، مطاعم، مشاوي، أماكن تقدم خدمة للناس الثانية.
مش راح تلاقي هون بالبلاد هاي واحد يصنع لك ماكنة أو فريزر للحمة على سبيل المثال، أو ممكن تلاقي بس مش إنه الديماند تلاقي عالي، بس هون بتلاقي. فهاي التي اندكس كويس ان نشوف دائما احنا وين السوق اللي احنا وي نيد تو تارجت اور تارجت ديماند وسبلاي تشين ديماند او الماركت تبعنا، and we need to know how to target this market. فالتحدي كبير انك تقنع الاخرين بمنتجك، انك تخلي الاخرين يقبلك ويقبل منتجك، لكن بنهاية الأمر the market is there, it's a free, you can exchange whatever you want, whether it's product service or a product service or شو حكينا عنها our process, product service or process. فهاي T index. على العموم هون ما فيش شيء مهم. Undertake such activities in comparison to the labor force, population, age. مش مشكلة هاي. فنيجي الآن عن الثلاث فصائل هذول أو three categories ونأخذ عنهم نبذة بسيطة. هلأ factor driven economy. هاي الفاكتور دريفن ايكونومي حكينا السكيلد انسكيلد ليبر وناتشرال ريسورسز والكومبانيز كومبيت اون ذا بيسز اوف ا برايس از ذي باي اند سيل بيزك برودكت بيزك برودكتس اور كوموديتيز. اوكي، يعني مول، دكانه، جروسري ستور، بس هيك يعني التوصيف إلها factor driven economy. وبعض البلدان as examples إلهم Egypt، جزائر، فلسطين والباكستان، مع أنه الباكستان هنا أنا بختلف، يعني ممكن تكون تصنع وهي بتصنع، بس بعرفش ليش حطوها factor driven. طيب هون خليني أشطب هذول. الفرق الآن بالprocesses، ما خلينا نشطب هذول. تقريبا growth is based on development هيها of more efficient production, more efficient production processes and increased product quality. يعني أنا لو جبت هذا مج القهوة صنعته هون في بلادنا، في مصر، في فلسطين، في الأردن، صنعت هذا المج وخلص الناس تشربه. هذول الجماعة الافيشنسي دريفن ما بيصنعوا المج، بس بيصنعوا المج وبحطوا عليه كوتينج ماتيريال بحيث انه تحفظ درجة الحرارة. ففي فرق الآن بين البرودكت الأولاني والبرودكت الثاني. البرودكت الثاني is efficient driven product، ولما كان الكاسة عادية كانت economy driven product، وهذا إشي طبيعي. فبالتالي ولما اخذه طبعا هسه عملت له افيشنت، عملت له كوتينج. وممكن تعين الجماعه الثالثين اللي هم انوفيشن دريفن، شو يحطوا لي؟ يحطوا لي ماده ان بتوين، يعني يحطوها من طبقتين، الطبقه الاولى اللي هي من جوا، الطبقه الثانيه من برا، وبالنص يحطوا لك ماده حراريه. بمعنى اخر بتشتغل على كبسه من هون فبتحفظ درجه الحراره او بتسخن او بتبرد. ممكن يكون هذا كمان innovation driven economy، ليش لا؟ فبالتالي ال innovation driven economy شو اللي بوصفها؟ بوصفها انها a new and different products and or service by using the most sophisticated processes. اوكي، فالsophistication هون عالي جدا، الكواليتي هون عالي جدا، السكيلد وركر هون عالي جدا. اوكي، والافيشنسي كمان اوف ذا برودكت عالي. فبالتالي هذول الاربع عناصر اللي احنا بنحكم فيها على الانوفيشن، اللي هي سوفيستيكيشن، كواليتي، والسكيلد وركر، والافيشنسي. هون
اقل من ال اقل من الكواليتي، اقل من انوفيشن، لكن اعلى من ايكونومي دريفن. فهاي هن الثلاثه كاتيجوريز اللي احنا بدنا نوصلها. الان في عندنا اللي هي جلوبال انتربرينورشيب اند ديفلوبمنت اندكس. هذا الاندكس بصنف البلاد حسب الانتربرينورشيب. اكيد امريكا، احنا قلنا قبل شوي امريكا فيها 100 مليون بزنس عم يطلع سنويا، فاكيد هي راح تكون يعني توب كونتريز. ولاحظوا انه عندنا هون توب 10 كونتريز، امريكا في الاولى، وهون انا معلم على كندا ومعلم على بريطانيا. يعني تخيلوا بريطانيا اللي ممكن احنا نقول عنها والله سكند يعني افتر امريكا، جاي اخر وحده بالعشره. بمعنى اخر كندا اعلى منها بالانتربرينورشيب. ليش؟ لانه حكينا قبل شوي بالانتربرينوريال سبيريت، لازم كان انفايرمنت برضو كمان انها عندها ريجوليشنز تحسن من الانتربرينورشيب. فالظاهر انه الريجوليشنز اللي بيونايتد كينجدوم از مور ستريكت ذان ريجوليشنز ان كندا، عشان هيك الديفلوبمنت اندكس او الجلوبال انتربرينورشيب اند ديفلوبمنت اندكس في كندا اعلى من بريطانيا. على العموم نشوف ملاحظات ثانية برضو حبيت أحكي لكم عنها. هون men are twice as likely to start business as women. حكينا المرة الماضية في characteristics، 10 characteristics للانتربنور لازم يكون متوافرات فيه. بالعادة الانتربنور لازم يكون outgoing، intersocial، لازم يتحمل ضغط، لازم يكون driving self motivator. فهاي الأشياء الظاهر إنها عند الرجال ضعف عند النساء، وهذا الحكي بالأرقام مش بالخيال. لو إحنا نأخذ 100 مليون بنلاقي إنه الضعف، لو خسرناها 100%، أوكي، بنلاقي إنه الرجال ضعف النساء في تكوين ال يعني 66% والنساء 30% او 33%. الانتربرنورز ار موست لايكلي تو لانش بزنس، هذا الايج اوف انتربرنور اللي هو بين 35 اند 44. هلا 35 اند 44 يعني بمعنى انه ان الشخص از فيري ماتشور او از ماتشور، هي اور شي نوز وات تو دو، دي هاف لايف اكسبيرينس that led them to be in this state. هلا لا يعني انه ما فيش عندنا انتربرنور بعمر 16 سنه، بعمر 17 سنه، بعمر 20 سنه، في اكيد، بس هذا الافريج ايج اوف انتربرنورز. اوكي، and most people see entrepreneurial activity as a good career choice, of course. يعني اذا كان if it pays well why not، يعني I will leave my job and go and do my own business full time and earn good money. Why not? فهاي هي الانتربرنور. هلا انتو دوركو كطلاب بعدكم بالمرحلة الأولى تستغلوا هذا الكورس، يعني تستفيدوا من هذا الكورس بشكل كبير كبير كبير، بحيث انه احنا نعمل شركة او مشروع شركة، وهاي مشروع الشركة انتو بعدين later on if you decide to carry on انكم يكون عندكم الادوات انها تنجحوا هاي الشركه. Why not؟ Why not making money while you're studying؟ There's no harm. Anyway يعني بنصحكم انكم ترعوا هذا الكورس اهتمامكم الكبير، لانه بالاخر راح ينفعكم انكم know how to establish a company، know how to establish a startup، know how to get funds. فبالآخر يعني إلكوا هذا الكورس، يعني صحيح واختيار هذا الكورس في هاي المرحلة ضروري جدا، لكن للي بده يتابع أكيد هذا الكورس راح يكون له فاونديشن رهيب. طيب نيجي على الوورد دوكيمنت. هلا الوورد دوكيمنت حكينا عن شغلتين المرة الماضية، حكينا عن الانتربرنوريال بروفايل
It enables what it means by entrepreneurial spirit and how entrepreneurial qualities اللي هي شوفوا يعني انا مثلا entrepreneurial شو يعني البروفايل تبعي؟ البروفايل تبعي والله انا hard worker. البروفايل تبعي I'm honest. البروفايل تبعي I have good relationship مع الكاستمرز. فبالاخر البروفايل هو اللي بيحدد الانتربرينوريال انفايرمنت او الانتربرينوريال سبيريت تبعتك. وهاي البروفايل هو عباره عن الكواليتيز اللي عندك، الفيرتشوز والكواليتيز الموجوده بالانتربرينور شيب اللي انت كونتها. هلا الكاركترستكس او المواصفات اللي عند الانتربرينوريال حكينا عنها المره الماضيه فيش داعي اعيدها. لكن اهم شيء منها انها ايش؟ انتربرسونال ريليشن شيب، ايموشنال ستابيليتي اند كان هاندل ذا بريشر. في المحاضره الاولى حكينا برضو عن البروفايل وحكينا انه البنفيتس والدروباك اوف انتربرينورشيب، وبرضه ذكرنا نقطه راح ان شاء الله المحاضره الجايه نحكيها عن اسباب الفشل للانتربرينورشيب. اوكي، بس الان خلينا نحكي عن البنفيتس وال البنفيتس وال والديس ادفانتجز او الدروباكس تاعتهم. بس قبل ما نفوت على البنفيتس والدروباكس، امبارح كنت هيك في عجالة كنت أعمل أدون ملاحظات، فمن بعض الملاحظات هاي إنه شو ممكن واحد يعمل entrepreneurship. هلا entrepreneurship يعني قلت لكم في حاجة معينة للمجتمع وأنت you are fulfilling this need. فطلعت بأفكار منها توجيهي كوتش، أنت تكون كوتش لتعيين طلاب التوجيهي مش منتر ولا توتر، بالعكس كوتش. يعني انا اونلاين وام كوتشينج الطالب التوجيهي لانه يجيب معدل هالقد. فهاي شغله، خصوصا انتم كلياتكم الان خريجي او حديثي العهد بالتوجيهي، فعارفين القصه كامله. فتوجيهي كوتش كان واحد من الاشياء اللي خطت على بالي. شغله ثانيه اللي هي امازون ريسيلر، اشياء بشتريها من امازون بوقت يكون فيها رخيصه بعدين ببيعها بالوقت اللي بتكون فيها غالي بحيث اني اكسب من هاي الشغلات. فالقضيه ما فيها انه هاي الامور بتهمني كثير اني اعملها، وخصوصا انه كون انا طالب جامعه فليش لا انها تساعدني في العمليه او في الدراسه تبعتي اذا كان فيها earning money and good money. غير التوجيهي كوتش امازون ريسيلر، فكرت في اللي هي اكثر سلعه بتداولوها الاردنيين، مش الاردنيين كمان، العالم كله. هسه لو انا سالت انه اكثر سلعه بتداولها الاردن ايش هي؟ يقولوا لي دخان، وراح تحكوا لي الارجيله، وراح تحكوا لي المعلبات، وراح تحكوا لي كذا وكذا وكذا. انا راح احكي لكم انه الخبز اكثر نسبه بتداولها الاردنيين. الان لو تفكروا انتم بطريقه معينه، يا سيدي هالسلعه هاي كيف انا ممكن استغلها؟ هل ممكن اعمل فكره في تدوير الخبز، اعمل ريسايكلينج للخبز؟ هل ممكن اتدخل في تصنيع الخبز؟ هل ممكن اتدخل في توزيع الخبز؟ هل ممكن اتدخل في السبلاي تشين، او انه افوت على السبلاي تشين تحت الخبز somehow in one of the stages in one of the phases واقدر ادخل اعمل منها بزنس؟ هذا فقط للجادين فقط. ففي افكار كثيره. الديكير على سبيل المثال، الديكير الان انتم كلياتكم الان بالبيوت وتدرسوا بالبيوت، ف ممنوع تيجوا على الجامعه الا للمحاضرات والمختبرات واشياء زي هيك، او المختبرات فقط. ف عندكم وقت فراغ، طب هذا الوقت الفراغ لو احنا جبناه وحطينا في ديكير على سبيل المثال. الديكير تعرفوا يعني في ناس كثير بتروح على شغلها واولادها موجودين بالبيت. فلو واحد منكم عمل ويب سايت وحكى انه بدي اعمل داي كير وانا will take care of you the kids from this hour to this hour. اوكي، طبعا الكيدز الان هم بحاجه لانهم بحاجه للتوتر الان، لانه خصوصا من الصف الاول للصف الثالث برضه لازم
يكون اونلاين. فواي نوت، واي نوت انك انت تكون دي كير بروفايدر وتقدم هاي الخدمه للعائلات، وانه تيوتر ذير كيدز فروم ذيس تايم تو ذيس تايم. هو نوز يعني اوبر لما طلعت، شركه اوبر لما طلعت فكرتها قائمه على ايش؟ قائمه على انه في واحد غريب بياخذ واحد غريب وبوصله لمكان غريب. هاي هي اوبر. later on in the process صارت اوبر عاديه. يعني انا بدايه الامر لا باخذ تاكسي ولا باخذ اوبر لان بعرفش مين هذا الشخص، والسائق بقول انا بعرفش مين هذا الشخص، فبالتالي في خوف بالبدايه. بعدين صارت الان فكره وطلعت هاي الفكره. فنفس الشيء الديكير ممكن الناس ما تقبلهاش بالبدايه لانه سترينجر، بس انه ممكن later on in the process تقبلها، ما فيش مشكله. ف and you never know until you try. بس الحلو في الموضوع انت هون عملت انت advertisement، استثمرت في وقتك فقط ولم تستثمر بالفلوس، فهذا اشي كويس. يعني عندك فلوسك بعدها عندك، بس استثمرت بوقتك وجهدك. فهذا it could be an option. Another option is helping entrepreneurs. بمعنى اخر انت entrepreneur and you need to help entrepreneur. بايش؟ بالبزنس بلان. انت تكون مثلا، يعني مش غلط انك تكون محترف في شغله ثانيه غير الهندسه، مش غلط. فبالتالي ال 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 الاحترافيه هاي كويس انك تستغلها عشان تطور من بزنس تبعك. بمعنى اخر اذا الانتربرنور بده بزنس بلان شو بيساوي؟ بيروح على النت بيقول لك هو كان ميك بزنس بلان فور مي، فاف هي فايندز يو هي ويل كم تو يو. اوكي، انك تعمل انت بعدين شغله ثانيه، اونلاين ادفرتايزنج. اونلاين ادفرتايزنج از جود بزنس، از فيري جود بزنس. فممكن برضو هذا يكون لك حافز انك تفكر خارج الصندوق وتقول انا لو بدي اعمل انتربرنورز او انتربرنورشيب بايش لازم تكون. نطلع على حاجات المجتمع اليوميه، يعني نقول والله الحظر اللي صار اسبوعين قبل فتره، شهر ثلاث يمكن، يمكن الكل تضايق منه، بس كانت فرصة ذهبية للبعض الآخر. يعني حكولي بعض التجار إنه موزعين البزر والقضامة والأشياء الجوديز هذولا كانوا يعملوا أو عملوا بالفترة الحظر اللي هي الأسبوعين مليون دينار. That's a good business، لأن الناس قاعدة بالدور بدها تتسلى. That's really good business. ف حاجة الناس الآن ممكن تغطيها بأنها ما تاخذش منك ولا فلس، وممكن تغطيها بالريسك كويس، وممكن تغطيها بريسك صغير من الأموال. فحسب الحاجة وحسب أنت الكرياتيفيتي اللي عندك وكيف ممكن تصل لهذول الناس. Anyway this is target marketing is another monster رح نتكلم عنه بعدين. نيجي على الـ list of advantages of entrepreneurship. اوكي، الليست اوف ادفانتجز طبعا السؤال انه انا في عندي بوينتس، وهاي البوينتس شرحها هي هون. احيانا البوينتس بكون سيلف اكسبلينينج، بدها شرح. فمثل هاي سبيل المثال، being an entrepreneur means you get to be your own boss، انت مدير نفسك. مع انه هاي مش دائما صحيح، لانه هاي مش دائما صحيحه، لانه ممكن يكون عندك انت انفسترز، ممكن يكون عندك ستيك هولدرز، ممكن يكون عندك بارتنر. ف there is always someone to report to. اوكي، ف انتبهوا لهي النقطه، انها بس بعض الانتربرنورز بكون هي او شي their own boss، يعني فيش حدا مدير عليهم. Entrepreneurs get to discover who they really are. هلا لما انت تشتغل في الانتربرنورشيب راح تكتشف الكواليتيز اللي عندك، راح تكتشف الكاركترستكس اللي عندك، راح راح تشوف البروفايل تبعك. اوكي، بعض الناس بكونوا سعيدين بخدمه الاخرين او تقديم الخدمه للناس الثانيين، بس بعض الناس بكونوا مش مصدقين على الله وهم يخلصوا الخدمه للاخر. فبالتالي هي تكشفك، او على الاقل تعرف فيها شخصيتك او تعرف فيها الكواليتيز اللي عندك خلال الانتربرنورشيب. اوكي،
فبالتالي فرصة إنها يعني تعرف who you really are. النقطة الثالثة entrepreneurs get to dictate their own schedule. طبعا هم اللي بيحطوا الجدول الزمن تبعهم. اليوم بدي داوم 20 ساعة، اليوم بدي داوم 8 ساعات، بكرة بديش أداوم. فبالتالي هاي الفروقات أنت بتحطها، الجدول الزمني أنت بتحطه، لكن تأكد تماما هذا الكلام غير صحيح. أنت لما يكون عندك مصلحة مش رح تشتغل 8 ساعات، رح تشتغل 16 ساعة to make it successful. أوكي؟ فهاي الشغلات مش دائما صحيحة، لكن على العموم على العموم يعني أنا بظن إنه الـ entrepreneurship they put more than 60 hours a week. الـ entrepreneurs. فإذا مش 80 hours. أوكي؟ فهاي بتيجي عن السلف اوف ايرجنسي، يعني انا بنهايه الامر بدي احكي هم المسؤوليه، المسؤوليه علي كبيره والتحدي كبير، فبالتالي يا بكون قد المسؤوليه يا بنسحب. As simple as that. Every day is different when you are working as an entrepreneur. طبعا يعني كل يوم في عندك تحدي، كل يوم في عندك شيء جديد تشتغله. هلا اذا صار في شيء قديم او بكره زي اليوم زي امبارح، معناته you have to revise your work plan. لأنه كونك أنت entrepreneur you are always hungry for opportunity. كونك أنت entrepreneur you always striving for excellence. كونك أنت entrepreneur you always try to satisfy yourself. You try to look for success to satisfy yourself. فهاي هي معناها أنت entrepreneur. ماشي؟ الشغلة الأهم إن كونك أنت entrepreneur you are always يعني every day is different، لأنك أنت بحاجة تعمل re-evaluation كل يوم للentrepreneur تبعتك، كل يوم بدك تعمل re-evaluation. reason that okay ماشي هاي entrepreneur. هون الخمسة there are fewer restrictions to worry about in the world of entrepreneurship. طبعا أكيد يعني القيود اللي أنت كنت عاملها او انه الموظف اللي عندك او اللي وظفك او المدير تبعك عامل لك قيود معينه، هلا كونك انت صار عندك شركه انت اللي بتحط القيود، فما في حدا بيقيدك، وهذا شيء طبيعي طبعا. يعني صاحب الدكان ما في حدا يقيده، سامح مول صاحب سامح مول ما في حدا يقيده، لكن الشغيل اللي عند سامح مول بيقيدهم. نفس الشيء عند اي مصلحه، طلع المصالح اللي عندنا هون استهلاكية كلها، يا غاز ستيشن يا جروسري ستور يا مول. اوكي، ونسبة قليلة من اللي عندنا احنا هون هايلي سوفيستيكيتد، نسبة قليلة، يمكن المصانع الصينية الموجودة بمدينة الحسن او بسحاب بيصنعوا شغلات ما بنعرفهاش احنا، بس انه موجودة. في عندنا هون restrictions. شوفوا ما في حدا بحب القيود، وما في حدا بحب انه ما يشتغلش برضو كمان. بنهاية الامر عشان بدك فلوس، عشان بدك فلوس لازم تشتغل. اذا كنت انت entrepreneurship انت بتحط القيود، واذا كنت انت employer او employee بنحط عليك القيود هاي. طيب رقم ستة، you can still earn what you are worth as entrepreneur in your early days. بمعنى اكيد سمعتوا ناس كثير بقول لك والله ما الناس ما عارف قيمتي، اكيد سمعتوا والله الموظف مو عارف قيمتي، اخ لو يعرف قيمتي، واه لو انه اروح من الشركه غير تقع الشركه. يا سيدي اطلع من هالشركه، ورجيني ذراعك، شمر عن ذراعك وورجيني. اوكي، القضية ما فيها انه if you think that if you believe انك انت worth more روح اطلع افتح شركة. اعطيكم مثال عليها هون، اكيد سمعتوا بشركة تسلا، الكل بيعرف شركة تسلا، لكن مين منكم سمع بسيلا؟ سيلا هي شركة سواها الموظف رقم 7 في تسلا. الموظف رقم 7 في تسلا هو بيشتغل
في البطاريات أو مهندس كيماوي. وهذا الرقم سبعة، الموظف رقم سبعة، استقال أو استقال من تسلا وراح فتح شركة اسمها سلا. فهاي سلا مهتمة بالكيمياء البطاريات. الآن سلا عندها عقدين، واحد من بي أم وواحد من مرسيدس، قيمة كل عقد فيهم 100 مليون دولار. فهذا الزلمة اللي هو موظف رقم سبعة، هو he thinks he worth more than he was getting in Tesla. فقال لك أنا مطولة، أنا بدي أورجيهم. فراح استقال. فبالتالي هاي حالة عندنا من الحالات إنه if you think that you are worth more than what you are, go for entrepreneurship, open your own business. ماشي. فبالتالي في حالات زي هيك، وانا يعني بشجع كثير على الانتربرينورشيب، لانه sometimes you really need to discover yourself if you are the right person for this job or not. رقم سبعة، الانتربرينورز رقم سبعة، الانتربرينورز can choose to pursue any idea they want. Of course. اليوم أنا بدي أعمل أوراق طيارات ورقية different design، بعد ما أخلصن بكرة بدي أغيرها لسماعات إلكترونية. I can pursue any idea I want. بعد بكرة بدي أعملها أصنع شو بدي أقول لك، بدي أصنع فناجين قهوة وصحون فناجين قهوة تتاكل بعد شرب القهوة. وهذا by the way it's a business in UK. طلعوا فيه شباب، شابين، وقرروا انهم يعملوا صحون وفناجين قهوة تتاكل بعد ما تشرب القهوة اللي فيها. يعني بصبوا لها قهوة بعدين بتشربها، بعدين ايش تقدر تاكل الصحن او الفنجان اللي شربت فيه القهوة. This is an idea. والان هذا البزنس ماشي يا سيدي. انا هيك you need to pursue different idea. You need to pursue. You need to be always in the dynamic move. You have to be always vibrant. حلو. على سبيل المثال، إحنا خلقنا كطبيعة بشرية على حب التغيير. فإذا أنت استغليت هاي النقطة عند البشر، بمعنى إذا طلعت لهم منتج في أول السنة، وبعدين طلعت منتج ثاني في آخر السنة، واثنين بدهم إياهم البشر، أنت you are always making money. على سبيل المثال، الطفل الآن بمسك اللعبة بيحبها، بيشوفها بالشلفز على بكارفور، بيقول لك بدي أشتريها. حلو، بتروح على كارفور تشتري له إياها. قديش رح تقعد اللعبة؟ يعني الأفريج تايم إنه هاي اللعبة تقعد مع الطفل يوم، يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، وبعدين برميها لأنه زهق منها. فأنت لو كان عندك بيزنس بالتويز، فقط بالتويز، كل شهر زمان غير الشلف، حط شلف جديد، شيل التويز عن الشلف الأولاني وحط تويز جديد للشلف الثاني، والشهر الثالث رجع الشلف الأولاني اللي كنت حاطه أنت على الشلف. بتلاقي دائما العين بتشوف تويز مختلفات، وبتفكر أنه هاي التويز يعني جداد. فممكن تلعب بالطريقة هاي، إنك تعرف كيف النفس البشرية عم بتفكر وتشتغل على أساسها. ممكن، بس القضية ما في الأمر إنه أنا كون الانتربرينورشيب كل يوم بغير فكرتي، وهذا أمر طبيعي جدا. وين ما في فكرة تجيب فلوس ليش ما تروح عليها؟ طبيعي. بس أنت شفت حاجة في المجتمع وغطت هاي الحاجة، طبيعي، من فلوسك ومن وقتك ومن جهدك الخاص عشان الناس تناديك انتربرينورشيب. Otherwise you're a dreamer. You're not realistic. ثمانية، you get to be more involved with your community as an entrepreneur. Of course. هلا الكوميونتي بيحب يشوفك ناجح. Okay. ما بيحب يشوفك فاشل. You need to promote your personality and brand and build your business while you are helping others at the same time. بمعنى آخر، في عندك أنت interactive communication, interactive relationship between you as entrepreneur and between the society and the community you live in or you live within. ف
فديس از اولويز يعني ذس انتر ريليشن شيب او انتر اكتف ريليشن شيب ات هاز تو بي اولويز هيلثي. يو بروفايد يو سبلاي اند ذي غانا باي. اوكي ف فالكوميونتي اللي عندك هي راح تعمل لك انفايرمنتال او انتربرينوريال سبيريت ذات يو نيد اند وونت تو موتيفيت يو. طيب رقم 9 انتربرينورز جيت تو بي انوفيتورز اوف ذير اندستريز اوف ذير اندستري. اكيد طبعا. هلا انت ليش صرت انتربرينور؟ لانك شفت حاجه اوكي ناقصه بالمجتمع بتحاول تغطيها. هاي الحاجة الناقصة اللي انت بتحاول تغطيها هي اللي بتعملك انتربرنور، هي اللي بتعملك كرياتيف، هي اللي بتعملك انوفيشن او انوفيتور. فالانوفيشن جاي من انك انت شفت الحاجة هاي وغطيتها بطريقة حلوة بطريقة غير تقليدية. فأكيد انت انوفيتور. شغلة ثانية، انت you always strive to be in the business, you always strive to make your business successful. ف you always on the run وعقلك دائما on the run and you have the sense of urgency to create solutions for the problems that face you. ف you are always innovate and create a new solution. You are always come up with a new things that others they don't see. وخصوصا انت لما تقدم سيرفيس للناس، فدائما انت لما تقدم سيرفيس للناس هاي السيرفيس كل يوم بدك تحاول تطور منها، لانه كل يوم بحاجه انهم يشوفوا شيء جديد منك او كل فتره لازم يشوفوا شيء جديد منك. Every day is exciting in the world of entrepreneur. طبعا اكيد يعني المتعه والاثاره والتشويق الموجود في الانتربرينورشيب او في it's enormous. يعني انت لما تقضي 16 ساعة وتكتشف كل يوم انه عم يصير اشي جديد معك بحلوه ومره طبعا it's always you are on a roller coaster of emotions. You are on a roller coaster of emotions. A roller coaster او هاي الدودة او الجبل الروسي لما تركبها انت وتخش فيك المشاعر تنتقل من فرح لزعل لمفاجأة لاندهاش، مرة بتكون up ومرة بتكون down. فبالتالي هاي المشاعر دائما مختلطة، فمسميها دائما roller coaster of emotions. وانت كمان entrepreneurs او لما تشتغل في الانتربرينورشيب تبعتك بتحس يوم سعيد يوم مش سعيد، يوم متفاجئ يوم فرحان يوم زعلان، خبر حلو اجاك. فبالتالي دائما هذا الـ emotions it's always changing and it's always dynamic, it's always vibrant, ف it's always exciting. يعني كمان the disadvantages of entrepreneurship the world of entrepreneurship is going to dominate your life. أكيد لما تشتغل أنت 15 ساعة مش راح تلاقي، لما والله بدي أزور أهلي دائما مخك شغال في entrepreneurship، دائما شغل يعني مخك شغال في البزنس تبعك. How you gonna make it successful? How you can dodge the problems and try to make solutions for those. ف you're always on the run. مخك دائما شغال، فدائما هي مسيطر على حياتك بتلاقيها. فهاي سيئة لأنك مش راح تفقد التوازن في الحياة بس لفترة معينة، بعدين بتصير الأمور طيبة إن شاء الله. Entrepreneurs do not have guaranteed paycheck waiting for them. أكيد حسنا أنت لما تشتغل شغل معين، هذا شغل معين بنهاية الشهر بيجيك راتب خلاص you're set. أوكي بعض الناس بيحبوا هاي الشغلة، بس أنا بالنسبة للراتب بعتبره أكبر رشوة عشان تفصل مخك عن الإبداع والكرياتيفيتي. مش كل الناس، عندك تقريبا عندنا في الأردن 40% من الناس موظفين حكومة و 60% من الناس بيشتغلوا قطاع خاص. أوكي قديش نسبة الكرياتيفيتي بال 40%؟ هاي مهمة جدا. أوكي بس هم مكيفين أو مبسوطين إنها آخر الشهر خلاص بيجينا الراتب وخلاص. بس أنت لما تكون انتربرنور
مش رح تدنا على الراتب. احيانا بكون الراتب 7000 بالشهر، احيانا راتب صفر بالشهر، فبدك تضلك عايش ب 7000 لتغطيك ليجي 7000 الجزائيات. فدائما فيش جارنتي، فيش ضمان بالنسبه للبي تشيك اخر الشهر راح يجي. بس دائما يعني انا بعتبرها انه دائما المغامره موجود، حس المغامره موجود، وكويس انك تكون عندك حس المغامره موجود، لانه بيخلي دائما مخك شغال، ويخلي دائما مخك يعني دائما شارب، انك تفكر دائما انه كيف انقذ نفسي من هالمازق هاي. النقطة الثالثة أو السيئة الثالثة أو الدروباك الثالث، ليش أعطيها نقطة سيئة لكن هاي موجودة. The world of entrepreneurship requires leaders if you want to be successful. هلأ هاي يعني أصلا إنك تكون self-motivating, self-driving person, self-initiative person، هاي أصلا هي الكواليتيز تاعت الليدرز. فما بقدم على الخطوة الانتربرنورشيب إلا في عنده برضو نفس الكواليتيز أو قريب من الكواليتيز تاعت الليدرز القادة. أوكي؟ فبالتالي يعني هاي بسموها دروباك، ما أعرفش إذا دروباك، بس مش كل الناس تقدر على الانتربرنورشيب. بس لازم تحاول. يعني تخيل عندك أنت 100 مليون انتربرنورشيب بزنس are being launched annually. annually كل سنة في عندك 100 مليون، هل كلهم راح ينجحوا؟ لا طبعا. نسبة الرسوب في ال 100 مليون 75%، شو رأيك؟ 75% من هذول راح يفشلوا. وأسباب الفشل راح ندرسها إن شاء الله المحاضرة القادمة. أسباب النجاح والجروث مع أسباب الفشل راح ندرسها المحاضرة الجاية. في بعض الناس فشلوا في مهمة ونجحوا في مهمة ثانية، طبيعي جدا والأمر هيلثي، فيش مشكلة. نرجع لنقطتنا هون، انه الليدرز هذولا دائما او الانتربرنورز دائما بحبش يعمل تأخير بالمواعيد، بحبش يعمل تأخير في انجاز العمل، بده العمل ينجز في نقطة معينة مرحلة معينة. هاي هو هون الليدر، هاي هو هون الانتربرنور. فبالتالي إلها نقاط وإلها مهام كويسة. هاي بنعتبرها دروباك، بعرفش إذا بنعتبرها دروباك، بس إنه يعني هاي الكواليتي المفروض تتوفر عندنا في الانتربرنور. You must be patient with the process when you become an entrepreneur. هاي النقطة رقم 4. هون طبعا هذا مثال، بس مش ضروري يكون هذا المثال هو الصح. بقول لك في أول سنة ما تنتظر إنه يجيك ربح عالي، يعني انتظر يجيك عادي، يعني مبلغ عادي مش كثير يعني. ولا السنة الثانية، السنة الثانية مش راح يجيك برضو مبلغ، بس أحسن من السنة الأولى. فبدها نفس طويل، بدها استامنة عالية، بدك تأخذ الريسك لسنوات مش لشهور، لسنوات. بعدين يصير عندك الرينج تبعك إنه تشتغل بال 75,000، بال 100,000، بال 200,000 حسب. أوكي؟ فهاي بدها صبر وطولة بال. رقم 5، stress levels are high of course. يعني انت اذا بنحكي لك ان الكواليتي اوف لايف اتس غانا دومينيت يور لايف، معناته اكيد في ستريس تبعها عالي، طبيعي جدا. التاكسيشن كونسيكونسز، التاكسيشن كونسيكونسز يعني من الضرائب. اوكي، انت موظف عمال وفي بدك تدفع لهم 401k وسوشيال سيكيورتي ودوشه والتاكس تبعهم. فانتبه انت لما تكون انتربرنورشيب، يعني خليك لحالك بالبداية، كون البزنس تبعك، خليه ينطلق شوية، بعدين بصير توظف حسب حاجتك. ولا توظف فنيين، لا توظف عمال دائمين. دائما اطلب، في خدمات الآن بالإنترنت، بدك تعمل شغلة معينة، انت ممكن تعمل شركة كلها على الإنترنت. بدي محاسب، بيجيبوا لك محاسب، بدي ماركتينج، بيجيبوا لك ماركتينج، بدي كذا، بيجيبوا لك كذا. فبالتالي الآن هاي الخدمات متوفرة على الإنترنت، واللي عملها أصلاً هو انتربرنور. ففيش داعي إنك تدور هون وهون وهون. وأصلاً هلا في موقع اسمه ريادي، هذا الموقع بيتيح لك إنك تحكي مع أصحاب الخبرة، أو بيعمل ماتشينج بينك وبين الناس اللي بدك إياهم، فبيلملم لك إياهم. فحركة حلوة كثير.
النقطة رقم سبعة، funding can be significant problem. أكيد هلا إحنا حكينا الانتربرنورشيب بدايتها إنك في عندك ريسك بالمال والجهد والوقت. يمكن الجهد والوقت عادي مش مشكلة، بس المال مشكلة، لأنه إذا وقعت منين تطلع، منين تقوم مرة ثانية. فكويس يكون عندك أنت سبونسر، يكون كويس عندك يكون funding campaign. ذكرتوني بالfunding campaign، في عند الشركة اللي راح نعملها في لها نقاط معينة راح ندرسها. النقاط هاي بدنا نعمل business campus، بدنا نعمل funding campaign، بدنا نشوف كيف نعمل our own data survey اللي هي يودا survey، بدنا نشوف البودجيتنج والسكيدجولينج. فهاي كلها التاسك راح نعملها خلال الشركة. alright وكوننا حكينا عن الفندنج او انه getting your own data او تعمل survey، بس الفندنج اهم اشي انك تلاقي فندنج. هلا بنروح على موقع بورجيكو اياه اللي هو Kickstarter. Kickstarter is a nice website where you can promote your idea. You think this idea is worth 100,000 and you announce it. وبيجي عليك الناس تصير تعمل بلجز، ممكن يكون البلجز اكثر من اللي انت عامله، فذاتس جود. فهاي يور اون داتا اللي هي اليودا اللي حكينا عنها بالمحاضره الماجستير للرياده والابداع. رقم ثمانية، انتربرنور ستيل هاف ا بوس. اوف كورس هلا لما يكون انت عندك بارتنر معناته في بوس، لما يكون انت عندك انفسترز او ستيك هولدرز معناته في بوس. فدائما في واحد لازم تعمل له ريبورت. anyway هاي مش دائما موجوده، بس انه فعلا موجوده في بعض الاشياء. انتربرنورز انت يو كانت رن ات باي يور سيلف، يو نيد سم ون تو هيلب يو، يو نيد سم ون اسيستنت اور بارتنر تو بي وذ يو. فنقطه اخيره عن الانتربرنور او الادفانتج ديس ادفانتج، هاي جدا 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 حلوه هاي المقوله اللي هو entrepreneurship can put you on a roller coaster of emotions every day. okay sadness, surprise, happiness. Those emotions can change sinusoidally every day. كويسة الواحد يكون عنده entrepreneurship، لكن مغامرة، هي تدخل بالمغامرة هاي. المحاضرة الجاية رح نحكي عن ال prospect of failure، ليش الناس تفشل، ليش entrepreneurs تفشلوا، والstatistics of failure of entrepreneurship. طيب قبل ما نحكي لكم الله يعطيكم العافية، بدي أورجيكم هذا الويب سايت اللي هو Kickstarter. لازم كل واحد، كل مشروع شركة منكم يحط الفكرة تبعته على Kickstarter. Kickstarter is a place where you are trying to find funds. okay فهاي الفند، انا لو كبست على هذا ال اول دعايه، هاي الفند هم قديش طالبين عليها؟ طالبين عليها 100,000. قديش صار جايهم؟ صار جايهم تقريبا 780,000. شوف 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 عم يتغير معك. فالناس they're still bludging. لو احنا شفنا هاي، you don't need to be using your phone more, you need to be using your phone better. This is Mobile by Peak Design, an ecosystem of mounts, cases, accessories, and charging products that are brilliant, beautiful, and compatible with Apple's MagSafe system. Cases. فهاي الكيسز. Your motor. شوفوا قديش هم طالبين 100,000. Your desk. والآن هذا الرقم عم يطلع مش عم ينزل. Your pocket. Your photography. And your entire stop there, a kit of adapters. شايفين؟ فبدكوا تعملوا إشي زي هيك. لو إحنا أخذنا واحد ثاني. We're actively performing design updates to integrate MagSafe compatibility. When you back us on Kickstarter, you'll be joining us for the home stretch of this product journey, and you'll be the first to receive what we think are the most thoughtful. عن Kickstarter نشوف مثلاً على سبيل المثال. نشوف اي واحد من هذول الافكار. نشوف Black Lives Matter. Black Lives Matter لا، هاي ما فيش الها دعاية. نشوف هذا المنتج.
هذا المنتج قديش طالبين عليه 75,000 صار جايين 79,000. فهاي it's very nice. وكل واحد منكم بده يعمل أو كل شركة منكم تتعمل دعاية ليش أنا لازم أشتري منتجك. فانتبهوا لهذه الشغلات لأن شغلات كثير 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 حلوة. شوفوا هذا طالب 19,000 وهيو جاي 93,000. نشوف واحد ثانية. نحكي مثلا هون على سبيل المثال إذا في ريسيرش نقول سكوتر. نشوف هذا مثلا على سبيل المثال. أوكي هذا السكوتر طالب عليه 129,000 وهاي البلجة صار 29,000. أوكي يعني لسه قدامه 100,000 وصار له عامل دعاية ب 29 يوم. نشوف الفرق بالدعاية هناك ونشوف الفرق بالدعاية هون. 2020 has been a slow moving year for all but one guy. Carson Brown is the co-founder and lead designer of Tor, an electric scooter company. We call it a road scooter. I'll come back to that. Carson Brown's ambitions are so large, he went out of his way to start a company with a four-letter domain. Hard to come by these days. He compiled a team whose CVs contain brands like Tesla and Apple. 6 points smaller. Carson Brown has made many things, but can be... شايفين الفرق بين الدعاية بين هون وهناك؟ ال هناك جذابي أكثر من هون. يعني هذا بيحكي عن نفسه فقط وهناك بيحكوا عن المنتج. وآخر في آخر الموفي هناك بلش يحكي عن الشخص طلع يحكي عن المنتج نفسه. بينما الموفي هون كله عبارة عن إيش الشخص. طب نيجي لبعدين نشوف نيجي نقدم. 12.5-inch puncture-resistant Continental tires and a ride position that fills even the most vulnerable of riders with confidence. While other scooters require riders to twist their body and have tires so small, dangerous. More thanks. Carson Brown's design is so good that people who don't even know his work say, "This one better." And those that do, "This is awesome." So say goodbye to this and this. And say hello to this. فالآن شفنا الفرق بين دعايتين. يت هذاك الدعاية تاعت الكيسز أحسن من هاي الدعاية تاعت المنتجات. قد يكون المنتجات أحسن من الظلال. يعني هاي بالنهاية هناك بنهاية الأمر غلاف تليفون. شو بده غلاف التليفون ولا إشي. بس شوفوا قديش غلاف التليفون عملوا له هالضجة الإعلامية وهالدعاية الحلوة مع إنه غلاف تليفون. بس جاب مصاري أكثر من هون. فما حدا يستقل فكرته، ما حدا يشوف إنه والله فكرته أدنى من غيره. لازم إحنا نعمل ونجتهد ونقدم أفضل ما عندنا. الكيك ستارتر هاي الكل بده يشوفها ويحاول يقلد الدعايات الموجودة هون. وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح. إن شاء الله خلصنا لغاية اليوم. بدي أوقف هون والمحاضرة الجاية رح نحكي عن أسباب فشل الـ entrepreneurship وأسباب النجاح تبعتها. فنستودعكم الله، يعطيكم العافية.